and they're off. انطلاقة موفقة للجاد المهجن الأصيلة في سادس أشواط الأمسية. إذن الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد ديليبريت أتاك على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة واللحاق من قبل الجواد شكور، أيضا في محاولة قوية شكور للسيد فهد بن مبارك القرون. بإذن بين ديليبريت أتاك وبين شكور في الصدارة. زرندي في المركز الثالث لسعيد ناصر القاضي. رابعا يأتينا الجواد اللي هو فينديجر لأسادة مربط الغزالي. خامس المراكز والتحركات تأتينا من قبل الجواد اللي هو فيروس في ذا سيد جاسم بن علي العطية. يلحقه الجواد إرنست أولدريتش لسيد عبد اللطيف حسين العمادي، بينما الجواد اللي هو جويل هاوس آخر الجياد أيضا لعبد اللطيف حسين العمادي. إذن الصدارة والمركز الأول مع شكور على المركز الأول، وعلى الصدارة مع كارلوس هنريك لسيد فهد بن مبارك القرون. تراجع نوعا ما لديليبريت أتاك في موقف جيد حاليا. ديليبريت أتاك للسادة نصار ريسنج، بينما المحاولة واللحاق لزرندي في المركز الثالث وفينديجر في المركز الرابع. رومان ميلودي يتقدم من الجهة الخارجية للسادة مربط إنجاز، ولكن شكور يضع نفسه في موقع ممتاز كعادته في الصدارة وفي المركز الأول. المحاولة القوية الآن نشاهدها من قبل الجواد رومان ميلودي وأيضا فينديجر على المركز الثالث. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. رومان ميلودي يخطف الصدارة من الجواد شاكور ويغير إلى الصدارة. المحاولة من فينديجر في المركز الثالث والتراجع لشاكور، والمحاولة أيضا للجواد جويل هاوس، ولكن الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد رومان ميلودي. والمحاولة القوية من قبل فينديجر. فينديجر ورومان ميلودي، رومان ميلودي على الصدارة، فينديجر في محاولة، ولكن رومان ميلودي للسادة مربط إنجاز مع أوغو بنيه وسيد جاسم الغزالي على الصدارة. And the official results for the sixth race of the evening, the winner horse number 5, Rowman Melody, owned by the ingested Trema Jasmo Ghazali, ridden by Hugo Bezier. Second horse number 7, Vendegard, owned by the Al Ghazali stud Trema Jasmo Ghazali, ridden by Marco Casamento. Third horse number 2, Ernest Aldrich, owned by Sirad Lalati Hussein Alamadi, Trema Bedra Belushi, ridden by Luca de Lozier. Fourth horse number 8, Zarandi, Amosar Said Nasser Said Al Ghadi, Trey Mohammed Al Jahani, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 4, Jewel House, Amosar Abdelatif Hussein Al Imadi, Trey Mabedla Belushi, ridden by Abertasana. المركز الأول رقم 5 ريمان ميلودي المالك السادة مربط إنجاز المدرب جاسم الغزالي والخيال هوغو بيلي. المركز الثاني رقم 7 فينديجر المالك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو. المركز الثالث رقم 2 أرنست أولدريتش المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي والخيال لوكاس دولزيي. المركز الرابع من نصيب رقم 8 زارندي المالك السيد سعيد ناصر القاضي المدرب حمد الجهني والخيال سفيان السعدي. المركز الخامس رقم 4 جويل هاوس.